الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من فوائد تفسير الإمام السعدي رحمنا الله وإياه، في قول الله جل وعلا: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا بيان من الله جل وعلا للتحذير من الشيطان وذريته ممن اتبع طريقه في إغواء بني آدم، فإنه أغوى آدم عليه السلام وزوجه فأكلا من الشجرة فأهبطهما الله سبحانه وتعالى عقوبة لهذه الأرض. فوجودنا في هذه الدنيا هو عقوبة وابتلاء وامتحان واختبار عظيم. قال الله جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا الإهباط وهذه العداوة كما ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه أنها عداوة بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وفي ضمنها التحذير من الشيطان ومن وساوس الشيطان، فإنه هو الذي أخرج آدم عليه السلام بوسوسته من الجنة. وتحت هذه الآية أورد الشيخ رحمه الله تعالى من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يمتلئ به تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، تفسير القرآن بالقرآن من أوله، من أول التفسير إلى آخره. فأورد تحت هذه الآية قول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وأورد أيضا الشيخ رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف تتخذون هؤلاء وهم أعداء لكم أولياء من دوني والله جل وعلا وليكم؟ الله ولي الذين آمنوا، الذين تولاهم الله سبحانه وتعالى بإقبالهم عليه جل وعلا أخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا لما تولوا الشيطان واتبعوه واتخذوه صديقا وليا حميما يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كما قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأصل العباد في هذه الدنيا في ضلال، في انحراف، كما قال الله جل وعلا كما في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فجميع العباد في ضلال، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفا، يعني على التوحيد، على الفطرة، مقبلين على الله جل وعلا وحده، هذه الفطرة. خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. فالموفق من أقبل على الله جل وعلا واستهداه فهداه الله جل وعلا. والمقصود أننا في هذه الدنيا سبانا إبليس من الجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فنحن أتينا في هذه الدنيا كما قال الله جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فترة محددة نبتلى فيها، فمن
أقبل على الله جل وعلا واستعان بالله واتخذه وليا سبحانه وتعالى تولاه الله جل وعلا ولطف به سبحانه وتعالى وأخرجه من الظلمات إلى النور. استعن بالله واستعذ بالله جل وعلا من شر الشيطان ومن شر شركه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما في السنن بسند صحيح حديث أبي بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله في الصباح وفي المساء قال قله في الصباح وفي المساء وإذا أخذت مضجعك. ما هو هذا الدعاء العظيم الذي فيه تمجيد لله جل وعلا؟ قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض لجأ إلى الله عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أنت أرحم بي من نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي الوجه الآخر وشركه يعني وشباكه ووسوسته وحبائله وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. دعاء عظيم تقوله في الصباح وفي المساء وإذا أخذت مضجعك عند النوم فيعيذك الله جل وعلا لأنك لجأت إليه وأحسنت الظن به وهو يقول جل وعلا كما في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي فما ظننت بالله سبحانه وتعالى يعطيك إياه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المؤمن الموفق الخائف من الله الراجي لله سبحانه وتعالى أن يتوكل عليه دائما وأبدا وأن يستعيذ به من شر الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان وقال الشيطان لصاحبه كيف لك برجل كفي ووقي وهدي هذا في خروجك من بيتك فيتولاك الله سبحانه وتعالى ويحفظك من شر الشيطان في عموم خروجك حتى ترجع إلى بيتك. وإذا دخلت إلى بيتك كما جاء في الحديث الصحيح فإذا ذكرت اسم الله جل وعلا في دخولك إلى بيتك قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم لا يدخلون هذا البيت الذي ذكر صاحبه في دخوله بسم الله يسمي بالله يلتجئ إلى الله يستعين بالله. فإذا جاء في الأكل في العشاء وقال بسم الله قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. ولذلك ينبغي على المؤمن الموفق أن يتخذ جميع الوسائل من التوكل على الله جل وعلا والأذكار التي علمه بها النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي تعيذه من شر الشيطان كما في المعوذتين وقل هو الله أحد التي تقولها في الصباح وفي المساء 3 مرات. قال عليه الصلاة والسلام عن المعوذتين ما تعوذ بمثلهن تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وتقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما تعوذ بمثلهن. إذا دخلت إلى الخلاء تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من جميع الشرور من جميع الشياطين من جميع الجن تعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وهذا الأمر فيه عظيم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو خلاصة التوحيد الذي خلقنا الله جل وعلا من أجله وهو كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى محبة خوفا رجاء توكلا استعانة حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. هذه هي خلاصة التوحيد. حتى في خروجك من المسجد تقول اللهم اعصمني من الشيطان فيعصمك الله سبحانه وتعالى من الشيطان في جميع دنياك فإنه يتعرض لنا في جميع أمورنا حتى في إتيانك لأهلك وفي جماعك لأهلك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا أردت أن تحمى ذريتك من الشيطان فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قسم بينهما ولد لم يقربه شيطان، لم يقربه شيطان. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن تربية الوالد لولده قبل أن يولد هذا الولد، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. والخلاصة أننا في هذه الدنيا في ابتلاء عظيم، وفي امتحان عظيم، وفي كرب شديد، حينما أخرجنا من الجنة إلى هذه الأرض المليئة بالفتن والبلايا، إلا لمن أقبل على الله جل وعلا. ولذلك نفهم من هذا الابتلاء وهذا البلاء وهذه الامتحان العظيم وهذه الفتن العظيمة في هذه الدنيا وهذا الأذى العظيم في هذه الدنيا الذي يستريح منه المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن حينما يموت وهو مؤمن يستريح من الدنيا ومن أذاها ومن ابتلائها وامتحانها واختبارها. فمن هذا نفهم خلاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تتركني يا ربي، تولني. ومن هذا نفهم قوله: برحمتك أستغيث. والاستغاثة يقول أهل العلم أنها لا تكون إلا من كرب، وأي كرب أعظم مما نحن فيه، لا ندري يقضى بنا إلى جنة أو إلى نار. فلذلك يعظم اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما في يومك وفي ليلتك بالأذكار، عموم الأذكار في الصلاة وفي الصباح وفي المساء، والدخول والخروج والأكل والشرب وفي جميع الأشياء، وتقول دائما في يومك وليلتك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا وصلاحا، وأن يتولانا بلطفه ورحمته، وأن يغيثنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من الشيطان وذريته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.